تفتكر النادي الأهلي خلال الفترة القادمة ممكن يعمل إيه في المستقبل علشان يقدر يفوز بالدوري والكاس والبطولة الأفريقية وكل حاجة؟ كأس العالم. نعم بالتأكيد. الآن يجب أن نفكر في المستقبل، وأنا متفائل للغاية فيما يتعلق بالمستقبل. أنا أعرف أن مجلس الإدارة يعمل الآن على المستقبل والعمل فيما ووضع خطط للمستقبل والأفضل للفريق. لا أعرف بالتحديد، لا أستطيع أن أقول لك شيء محدد، ولكن جمهور الأهلي يمكن أن يطمئنوا ولا يخافوا من المستقبل، لأن بالتأكيد مجلس الإدارة سيقومون باتخاذ القرارات الصائبة.